فقرتنا التالية مقال اليوم. المقال يحمل عنوان نهاية وشيكة للسلطة الفلسطينية للكاتب والباحث الأستاذ حسن أبو هنية. هو معنا لنقاش مضامين وأفكار هذا المقال. أهلا بك معنا أستاذ حسن. أهلا وسهلا أستاذ جهاد. حياك الله. بداية ركزت في المقال على فكرة الدور الأمني للسلطة الفلسطينية وأن كل فكرة أوسلو جاءت من أجل هذا الدور الأمني الوظيفي للسلطة وأنه انتفى بشكل أو بآخر. كثير من ساسة السلطة الفلسطينية في المقابل أستاذ حسن كانوا يتحدثون أن دولة الاحتلال لا تحتاج لنا ولا تحتاج للتنسيق الأمني لكي تحافظ على أمنها. ما بين دور السلطة المفترض وما بين قول هؤلاء الساسة أن الكيان الإسرائيلي لا يعتمد علينا في الحفاظ على أمنه، أين تقف السلطة إذن؟ لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي أنشئت فعلا منذ البدايات لأغراض أمنية كوكيل للاحتلال لتخفيف الأعباء والتكاليف. نعلم أن كلفة الاحتلال هي نعلم أنها جاءت بعد الانتفاضة الأولى 87 والتي كانت مكلفة بشكل كبير للمستعمرة الاستيطانية اليهودية إسرائيل، وبالتالي جرى البحث مباشرة عن حل أقل كلفة، وبالتالي هذا الإرهاق الذي عاشته على مدى سنوات إسرائيل في التصدي للمقاومة الشعب الفلسطيني. ونعلم أن كان المقاومة هو الخيار الوحيد، ليس كاليوم فقط حركات الإسلامية الجهاد أو حماس، وإنما كانت منظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها هي مصنفة كمنظمات إرهابية لأنها كانت تتبنى خط المقاومة كسبيل وحيد للتحرر والتحرير. ولكن نعلم أنه ما حدث في أوسلو هو إدانة، كان التزام من قبل منظمة التحرير كممثلة للشعب الفلسطيني اعتراف بها وعلى رأسها حركة فتح بأنها تقوم بإدانة العمليات المقاومة وتحت اسم الإرهاب، وبالتالي أصبحت هي ملتزمة ليس فقط بإدانة هذه الأعمال إنما محاربة هذه الأعمال. وبالتالي أصبحت السلطة الفلسطينية نعلمها بعد الانتفاضة الثانية ثم رحيل عرفات مع اتفاقات الجنرال دايتون، أصبحت فقط هي وكيل للاحتلال لا أكثر ولا أقل، وأصبح التنسيق الأمني فقط هو الذي يعمل من خلال هذه الاتفاقية، وبالتالي خففت أعباء كبيرة مادية ومعنوية وسياسية واقتصادية على الكيان الاحتلالي. نعم، أشرت إلى أن أوسلو انتهى عمليا، يعني حتى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحدث بأننا يعني نعيش وسط أرخص احتلال كما سماه. ما مبررات استمرار السلطة أصلا التي جاءت على فكرة أوسلو طالما أن أوسلو انهار عمليا بلسان من قاموا به؟ ما مبررات الاستمرار؟ أعتقد أن معظم كثير من الذين كانوا يؤمنون بقضية السلام والمفاوضات حتى من كانوا يؤمنوا بأوسلو نعلم منذ البداية كانت هناك حركات فلسطينية ومثقفين وناشطين رافضين لكل اتفاقات الأوسلو منذ البداية، وكان يعلموا أنها عبارة عن غطاء لهذا الاحتلال، ولكن كانت هناك مجموعات كبيرة لا تزال تقتنع بهذا الخط من السلام أنه قد يفضي لحل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. لكن حتى الآن كما ذكرت حتى الرئيس عباس نفسه لم يعد يؤمن بوجود بإمكانية حل الدولتين. إسرائيل قوضت إمكانية وجود أي حل من خلال المستوطنات عند اتفاق أوسلو لم يكن أكثر من 100,000 مستوطن في الضفة الغربية، الآن نتحدث عن أكثر من 850,000، وبالتالي تقوض فضلا عن كل الجدار العازل فضلا عن كل الكانتونات هذا الكيان يعني الفصل العنصري، وبالتالي تم تقويض هذا الحل، لم يعد ممكن هذا الحل. وأعتقد من كانوا يؤمنون بهذا الحل قد تخلوا عنه بما فهم الرئيس عباس الذي كان يهدد باستمرار. لكن نعلم أن هناك ضغوطات إسرائيلية وأمريكية وحتى عربية على السلطة الفلسطينية للاستمرار، وهذا ما حدث في يعني القمة الأخيرة الفاشلة في العقبة في الأردن في محاولة لإحياء فقط التنسيق الأمني والتهدئة، وبالتالي هناك حديث عن حل سياسي خصوصا بعد صفقة القرن أو اتفاقات الإبراهيمية. ونعلم أن نتنياهو حتى عندما جاء إلى هذه الحكومة كان برنامجه فقط حول
نقطتين، هي التصدي للمشروع النووي الإيراني وأيضا توسيع الاتفاقات الإبراهيمية مجانا. إذا حل الدولتين انتهى، وبالتالي مبررات أوسلو الذي كان المدافعون عنها يقولون بأنها هذه الاتفاقات تفضي إلى تحقيق حل دولتين انتهى، ولم يبقى إلا التنسيق الأمني، ولا يوجد هناك حديث إلا عن هذا التنسيق والتهدئة، وبالتالي فقدت أوسلو أو فقد السلطة التي أنشئت بموجب اتفاق أوسلو أي شرعية لوجودها، ولم تعد قادرة على يعني تمرير أي سردية للشعب الفلسطيني لتبرير وجودها سوى المنافع الخاصة لهذه السلطة. نعم، أمام ما تفضلت به، إلى أي مدى في المقابل وجود السلطة بات مصلحة أمريكية، مصلحة إقليمية أيضا، وحتى مصلحة دولية؟ يعني الكل له مصلحة في بقاء هذا الهيكل، وإن كان بهذا الشكل المشوه الأمني، يعني الذي يخدم بشكل أو بآخر على سياسات الاحتلال. إلى أي مدى هذه المصالح هي ما تجعل من السلطة يعني ما تزال واقفة إنجاز التعبير؟ نعم، هذا هو التهدئة. نعلم حتى اتفاق العفو يتكلموا عن تهدئة قريبة المدى، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان، ثم على المدى البعيد، لأننا نعلم بأن هناك مشكلة، هناك أحاديث طويلة من داخل إسرائيل وفي يعني معهد الأمن القومي وحتى من الحكومة يتحدثوا بأن السلطة لم تعد هناك مبررات لوجودها، فقدت القدرة حتى على السيطرة، ومع ذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مقتنعة أنه لا يوجد هناك بديل، بمعنى فقدان الخيارات في الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومة الإسرائيلية هي ما تجعل هذه السلطة باقية حتى الآن، لأنه فعلا ثبت عجزها. شاهدنا منذ بداية العام والعام الماضي هناك العمليات ازدهار يعني انت المقاومة بأشكال فردية وحتى أشكال مجموعات، عرين الأسود، شاهدنا كتيبة جنين، وكذلك بالإضافة لحماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة، لم يعد السلطة أحد مقتنع وبالتالي بوجودها في فلسطين، وبالتالي أعتقد بأنه هناك اعتقاد لدى الأمريكيين وكذلك المطبعين العرب وإسرائيل بأنه مع كل هذا العجز والضعف للسلطة، لكن لا يوجد هناك خيارات بديلة الآن. يعني حتى هذه السلطة لا تستطيع أن تعمل انتخابات لا رئاسية ولا برلمانية، لأنها تخشى وجود يعني وصول المقاومة وتفوز، ولا يوجد هناك خيار أي آخر، وبالتالي هناك فقدان للخيارات في التعامل مع القضية الفلسطينية. هذا ما يجعل، هذا هو مبرر وجود السلطة فقط. نعم، عمليا أستاذ حسن، لو سقطت السلطة فعليا، يعني عنوان المقال نهاية وشيكة، لنعتبر أن المسألة أصبحت أمرا واقعا جدلا حتى نقرب الصورة للمشاهد، ماذا يعني انهيار السلطة الفلسطينية عمليا؟ يعني عودة القضية الفلسطينية بأن هناك استعمار استيطاني احتلالي يقوم على التطهير والإبادة، وبالتالي يعني تصبح المقاومة المكفولة بالقانون الدولي وفي كافة الشرائع كحق للشعب الفلسطيني، ولا يستطيع أحد إلا أن يتعامل مع هذه المقاومة ليست كأمر واقع وإنما كحق قانوني للشعب الفلسطيني بالمقاومة. وبالتالي شاهدنا حتى أبرز قضايا النضال السياسي وليست المقاومة العسكرية، شاهدنا كيف سحبت السلطة الفلسطينية بضغط أمريكي وإسرائيلي وعربي مشروع القرار في مجلس الأمن بإيقاف الاستيطان لبناء 10,000 مستوطنة جديدة. وبالتالي أعتقد بأنه البديل من الواضح ما تخشاه الجميع، أمريكا وإسرائيل والدول المطبعة الدكتاتورية، هو المقاومة، أن تصبح هناك مقاومة شعبية، وهذه المقاومة تتمتع بدعم القانوني الدولي وكذلك تتمتع بدعم شعبي عربي وفلسطيني. ونحن نرى على أرض الواقع أن المقاومة لم تنتهي سواء في غزة أو حتى هذه الموجات الجديدة من المقاومة في الضفة أو حتى في داخل أراضي 48. نعم، يعني رغم المصالح الإسرائيلية الأمريكية الدولية الإقليمية ببقاء السلطة، إلا أن هناك رأي آخر للحكومة الدينية اليمينية المتطرفة لدى الاحتلال، مع أنه بالشكل وجود السلطة يخدم بشكل أو بآخر عليها أمنيا. ما الفارق بين غير هذه الحكومة منذ ما بعد مقتل رابين حتى اليوم؟ ما الذي تغير، وما هي الميزة التي تحملها الحكومة الدينية اليوم في نظرتها للسلطة ومستقبلها عن الحكومات السابقة؟
أعتقد هو ربما تكون الوقاحة الإنكارية، يعني هذه الوقاحة اللي شاهدناها في تصريحات وزير المالية سموتريتش من التيار من الحكومة، عندما يصرح أنه يريد أن يبيد ويطهر ويمحو بلدة حوارة في نابلس. هذا التعبير التي حتى استفز الأمين العام للأمم المتحدة وحتى نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأمريكية. يعني هذا الفرق هو الوقاحة. كان في السابق منذ أيام رابين ودخول السلام هي كانت عملية إدارة للصراع، لكن ما يطرحه بن كثير وهذا التيار الجديد المتطرف الفاشي هو إنهاء الصراع وبالتالي ضم يعني الضفة الغربية وإنهاء السلطة. هو شكل فقط لا أكثر ولا أقل. كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة هي يعني أكثر دبلوماسية في الخطاب، ولكنها كانت تقوم بكل العمليات الاستيطان والحصار العنصري وكل العمليات. ما تزيده هذه الوقاحة الكبيرة لهذا الجيل من السياسيين الإسرائيليين. أشرت إلى دور الأمريكي في المقال والحرص الأمريكي على بقاء الأمور ضمن نطاق السيطرة أو محاولة السيطرة، رغم الانشغال الأمريكي بالملف الروسي الأوكراني، رغم الانشغال الأمريكي بالشرق والصين. ما الذي يدفع بالولايات المتحدة لهذا الاهتمام رغم مغادرتها المعنوية، إن جاز لنا التعبير، للمنطقة؟ طبعا أعتقد بأنه تدرك الولايات المتحدة الأمريكية الاستقرار في الشرق الأوسط هو يخدم مصالحها القومية والأمنية الاستراتيجية، سواء في مواجهة الصين أو ما تقول بأنه مواجهة إيران. شاهدنا بالأمس جولة واسعة لوزير الدفاع الأمريكي، بمعنى هناك رسالة ليست فقط سياسية للقول بأنها يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة عسكريا وأنها لم تنسحب ولن تنسحب من المنطقة وأنها حريصة على الدفاع عن حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم بالتأكيد هي المستعمرة اليهودية المسمى إسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنه إذا حدث أي اختلال في فلسطين أنه لن يؤثر فقط في داخل فلسطين، وإنما سينعكس على كل منطقة بشكل عام، الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي. وهذا أعتقد ما تخشى، وشهدنا المسارعة في العقبة إلى وكذلك من قبل في كانون 2 يناير زيارة بلينكن والضغط على محمود عباس، وكل الحديث هو فقط تهدئة خصوصا بشهر رمضان، ثم على المدى البعيد لتعزيز التعاون أمني وتدريب مزيد من قوات السلطة لقمع المعارضة وقمع الشعب الفلسطيني في الداخل. ولا يوجد هناك أي حديث عن حل سياسي على الإطلاق في كل هذا الهراء. نعم، أخيرا، خيارات السلطة الفلسطينية أستاذ حسن أبو هنية، ما خياراتها في ظل حكومة يمينية متشددة، في ظل انتهاء اتفاقية أوسلو، في ظل اتهام داخلي لها بأنها أصبحت أداة أمنية تمثل المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، ما الخيارات المستقبلية للسلطة الفلسطينية برأيك؟ توجد الخيارات. أعتقد يعني هناك مشكلة بفقدان الإرادة. يعني هي إذا كان لو توفرت الإرادة السياسية للسلطة الفلسطينية تستطيع أن تفعل الكثير، تستطيع وهذا لن ينكر أحد أن تدخل أن تعمل على وحدة يعني الوحدة بين غزة والضفة، وبالتالي تعيد هذه الذريعة الكبيرة بانقسام الشعب الفلسطيني وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية وليأتي من يأتي في النهاية، وتستطيع أن تفرض قضايا محددة وتحرج الجميع. هي ستحرج كل الذين يتحدثون عن في المسألة الفلسطينية، وهي مدعومة بحق شرعي. يعني لا نطالب بهذه السلطة مثلا بحل نفسها أو أن تذهب إلى خيار المقاومة، أن تذهب بإمكانها في هذا الوقت أن تذهب باتجاه خيارات محددة كإجراء انتخابات، مصالحة فلسطينية، تشكيل يعني توافق وطني. هذا أمر ممكن، يعني لا أعتقد بأنه معقد كثيرا، لكن نعلم أن هناك خشية أمريكية وإسرائيلية وكذلك عربية من المطبعين مثل هذا الخيار، لأن كل التصريحات وكل التوقعات تقول بأن سوف تأتي مثلا حركة حماس ستفوز، وبالتالي الحركات المقاومة، وسيتغير النهج بالكامل، وهذا ما لا ترغب فيه إسرائيل على الإطلاق ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفائها بالمنطقة. نعم، كل شكر لوجودك معنا أستاذ حسن أبو هنية الكاتب والباحث ضمن نقاش أفكار مقالك نهاية وشيكة للسلطة الفلسطينية. كل الشكر لك أستاذ حسن.